اللي شلون انت موتته لابنك يا بهرام؟ اللي انت شلون قدرت تعمل بابي هيك؟ وين ساعتك غراب؟ لك انت طول هالسنين الماضية هيك كنت حامل هويتك، اسم عيلتك الحقيقي جواتها، وعغطاها مكتوب اسم ابوك بس مع كنية ادغار. اسكت هلا، اسكت اسكت بقى. كنية ابوك كذبة، جبجي مو هي كنيتك الحقيقية. يعني كانت حياتي كذبة مو؟ أصلاً كل حدا مرق بحياتي أخذ منها جزء مهم وراح. مو عم تقول إنه هو كان ابنك؟ بعدين بتقلي إنه أنت قتلته، أنت كيف؟ لك أنت مين؟ أنا ما عم أفهم. ومين أنا؟ أنت الغالي على قلبي، وحمايتي إلك بالشغل بتثبت اللي عم أعمله. وهلأ اسمع اللي بدي أقوله. لا بقى تقلي شي، كيف واحد قتل ابنه مثلك؟ بطلع أنا غالي على قلبه. بما أني غالي لهالدرجة قلي لشوف كيف مات أبي. لا تلف ولا تدور علي، جاوبني بسرعة كيف قتلته يا غراب. بقول لك كل شي حابب تعرفه مع الوقت. اللي يا بهرام إدفار كيف مات؟ لك احكي يا بني آدم احكي.